مركز تأشيرات قطر. الخطوات التي يتبعها الوافد في مركز تأشيرات قطر: أولاً، تقديم إيصال حجز الموعد وجواز السفر الأصلي وبقية الوثائق الثبوتية المطلوبة حسب قائمة الوثائق الموضحة في الموقع الإلكتروني ليتم التدقيق عليها. ثانياً، الحصول على رقم انتظار والتوجه للجلوس في منطقة الانتظار. فور مناداة الرقم يتوجه الوافد إلى حجرة البيانات الحيوية. رابعاً، يتم التقاط البصمات وبصمة العين وصورة الوجه والتوقيع على عقد العمل. خامساً، يتوجه الشخص إلى المركز الطبي. الخطوات التي يتبعها الوافد في المركز الطبي: أولاً، يتم تسجيل الوافد في الاستقبال الخاص بالمركز الطبي. ثانياً، يمنح الوافد رقم انتظار ويتوجه للجلوس في منطقة الانتظار. ثالثاً، فور مناداة الرقم يتوجه الوافد إلى غرفة الممرضة لإجراء فحص عام للمقاييس الحيوية مثل الطول والوزن وضغط الدم ودرجة الحرارة. رابعاً، يتم توجيه الوافد إلى المختبر لتحليل عينة الدم وإجراء التطعيمات ويتم اختبار البصر. خامساً، يتم توجيه الوافد إلى غرفة الأشعة السينية للتصوير. سادساً، يتم توجيه الوافد إلى غرفة الطبيب لإجراء الفحص. سابعاً، يغادر الوافد المركز بعد انتهاء هذه الإجراءات. مركز تأشيرات قطر ضمان لك وتسهيل لإجراءات عملك.